السلام عليكم، مساكم الله بالخير. بسمي معكم شوربة الحريرة بدون لحم، سهلة وسريعة. حمص البصل، حط معجون طماطم، حمص، ميزة هنا الشوربة سريعة وسهلة، مو مثل إذا صار فيها اللحم. أضيف هنا الكرفس أو السالري، قطع ناعم. عندي هنا العدس موصول. ملح وفلفل أسود. بهار الشوربة من مقدار. بحط بديل الماجي من مقدار. وكركم. الحين نضيف باقي المقادير اللي هي الحمص، الشعرية، وشوي من الكزبرة والبقدونس. نخلي الباقي قبل التقديم عشان يحافظ على كذا نضارة الورقيات فيه. آخر شيء أضيف عندي هنا موية ودقيق ذوبته، يعني تقريبا ملعقتين كبار دقيق مع نصف كوب موية. هذا اللي بيخلي الشوربة ثقل قوامة شوي. مدري رأينا يا قوامة يا قوامة. نشوف شوربتنا حريرة بدون لحم، لا من شاف ولا من دري. أنا بنحط آخر شيء قبل التقديم شوي كزبرة وشوي بقدونس. نشوف قوام الحين، أنتم عاد تتحكمون بالقوام. قوام كذا مرة ممتاز تبارك الرحمن. حريرة ولا مو حريرة؟ ألف صحة وهنا علينا وعليكم. شوفوا، يا سلام.